إذا مثل ما وعدتكم رح ننتقل فورا لعند شيف شادي، إذا لقيناه لأنه كان ضايع قبل شوي، كان بقلب البراد. رح ننتقل لعند شيف شادي حتى نشوف كيفية تحضير البندورة المحشية بسلطة التونة. كنت عم صيد السمكة بقلب البراد. صباح الخير للجميع وأهلا وسهلا فيكم، معنا 4 دقائق سريعين تنشوف شو بدنا نعمل اليوم. اليوم نهار كتير حلو، أول شغلة رح نعملها هي نحشي البندورة بسلطة التونة، يعني مع التون، يعني ما رح نتعلم شغلتين، كيف بنحشي البندورة والتانية كمان كيف بنعمل سلاد بالتونة. هذا واحد. اثنين، رح ننتقل بعدين على السمكة الحرة، رح نعمل سمكة حرة مع الكزبرة بعدين بطريقة كتير حلوة، ورح نعمل حدة من الطراطور مع البندورة والبقدونس بقلب الطراطور. طيب بس هلا قبل ما بلش اخلط مواد اللي بدي استعملها مشان سلطة التونة، رح اعمل شغلة، رح نتبل السمكة ونحطها بالفرن حتى تستوي معنا، بعدين منفصفصها وبدنا نستعملها كرمال السمكة الحرة. شو انا معي؟ معي سمكة كتير حلوة حوالي شيء 2 كيلو من سمك اللقوز الرملي. رح نعطيها هيك حياة السمكة الحارة ورح نحطها بالفرن. بس قبل شو رح نعمل؟ رح نعمل خلطة كمان كتير حلوة. أول شي منظفة كلها سوا، رح حط من الخل الأبيض، رح حط من عصير الحامض أو عصير الليمون، رح انتقل هون كمان ونحط لها من الكمون، فلفل أسود، كزبرة، رح أنا حط من عندي شوية زنجبيل بودرة لأنه بعدين بقلب السمك الحرة رح حط زنجبيل طازة. هلا بتشوفوا بعدين. وهون عندي الملح، ملحة مزبوط بردون بهالطريقة. وبنجي نحنا بدنا نخلطهم كلهم مع بعضهم، بس نخلطهم بدنا نتبلها للسمك. طلعوا شو صار، صار عندي هالخليط الحلو بهالطريقة هيك. أوكي، رح نجيب هلا هالصينية الحلوة، رح نحط فيها نتفة صغيرة من هالخليط اللي أنا عملته من الحامض ومن الخل، رح نشيل السمكة كلها سوا نحطها هون داخل السمكة أو ببطن السمكة، منشيل شوية كزبرة نحطهم بقلبها يا شيف شادي بهالطريقة. طلعوا كيف حلو كتير. كمان بداخلها رح أخذ حصين من الثوم، فيكم تحطوا أكيد بصل، فيكم تحطوا روزماري، فيكم تحطوا أي نوع من الأعشاب العطرية من دون أي مشكلة، وبرجع بحط كل الباقي عليها من فوق مع نتفة صغيرة من زيت الزيتون. صار عندي أنا هلأ سمكة حاضرة، دخلها أنا على الفرن شوية وأكلها. واحد. اثنين، فصفصة وأعمل منها سمكة بطحينة أو سمكة حرة أو كتير من الوصفات من دون أي مشكلة أكيد من السمك. فخلونا أول شي حطها بالفرن وأرجع لعندكم بهالطريقة الحلوة وصارت جوا. طيب فلافلة حلوة، نرجع منروح على بندورة، تون، بصل، خيار مكبوس، توم، ماسترد، مايونيز، ملح، فلفل، بندورة، زيت زيتون، كزبرة، فلفل، عندي مليون شغلة. هلا اليوم أنا رح أخلطهم مع بعضهم، وبس ترجعوا لعندي بعد حوالي أو أقل يمكن من ساعة رح نشوف كيف بدنا نحشي البندورة بسلطة التونة. غادة نرجع لعندك. مرسي، رح نرجع لعندك بعد شوي. إنما هلأ رح بندورة، كبة، في عنا خضرة، في عنا تونة، ما قلنا أكيد هلأ إلا ننتقل لعند الشيف شادي كمان مرة مع ورشة ملح حتى نشوف كل هالمقادير كيفية تحضيرها بالروسيتات اللي رح يعرض علينا. غادة وصلت الصبح تيري طالع صوت من البراد، شفتك كنت قاعد بقلب صوت بالبراد. شو بدي خبرك يعني، الكبة بالصينية شاف شادي غير لي الديزاين تبعوله والشكل، لانه جوزيف امبارح عمل الديزاين. جوزيف كان عامل هيدا الديزاين، عمل الديزاين امبارح هون.
منيح اللي صرخت هي من البراد وغيرتها انت وغيرت الديزاين كتر خير الله لا صار بين قبل شوي عادي يا زلمه يلا ماشي اوكي الله يبعث له الخير لجوزيف واحد اثنين الله يبعث لنا كمان الخير ونعمل هلا وصفه كمان بتعقد اللي هي البندوره المحشيه من الوصفات الحلوين للترويقه وكمان للبرانش وكمان للغدا وكمان للعشاء وتنحطهم كمان حد ستيك حد كمان شيء سفينه دجاج او كمان لوحدهم فينا نحط عليهم كمان تشيز من فوق موتزاريلا حطهم بالفرن شغله كثير حلوه بس قبل خلينا نشوف السمكه اللي حطيناها بالفرن يلي صارت هلا صارت انا اياها مستويه خالصه هاللقزه الرمليه وراح ندخل كمان عنا هالكبه بالصينيه اللي عملناها امبارح المحشيه بقلبها خضره وجبنه لكن هلا عنا خضره مخلوطين مع المايونيز والخردل بدنا نحشي فيهم البندوره عندنا الكبه بالصينيه من امبارح عملناها اللي حضر امبارح الحلقه كانت كثير حلوه حشيناها من الخضره كمان ومن ثلاث انواع من الجبنه كانوا امبارح وهيدي السمكه الحلوه هلا مش هلا صارت مستويه شو بدي اعمل فيها؟ بدي فصفصها بعد شوي لانه على 12:24 بدنا نبلش نحضر سمكه حره تمام يلا يا شيف شادي هون كيف عملنا اللي عملناه؟ جبنا البندورة شلنا منهم القلب تبعولن أو شلنا الداخل تبعولن كيف شلنا الداخل تبعولن كيف شلنا الداخل تبعولن أوكي نجيب قرص بندورة هيك رح نجيب نحن عمالكم ها رح نرجع طلعوا كيف هون قصينا البندورة بهالطريقة صار عنا راس البندورة أوكي مفهومة هيدي وصرنا عاملينها كذا مرة نجي نحن بالسكين هيك حوالين البندورة كلها سوا طلعوا كيف ها من بعد ما قصينا بناخذ ملعقة صغيرة لتحت مزبوط بنبرم بيطلع القلب هيدا القلب لكونه هون هيدا بنقصهم وبنحطهم بقلب السلاد اكيد وحتى الزوم اللي بيبقى بنستعمله بقلب السلاد او التبولي او غيره وتطلعوا كل البزر بنشيله لبرا طلعوا شو عم بيصير صارت فاضيه شغله كثير هينه بس نعبيها بعدين نرجع بنسكرها بترجع كمان مثل الاول وفينا كمان نحشيهم ونحطهم بالفرن ونشويهم مع الشغلة يلي بتكون كمان بقلبها هلا شو بدنا نعمل يلا يا شيف شادي هون بسرعة اجا الشيف شادي خلط فلافلة حلوة خضرة بصل أخضر بصل عادي تون كمان وحط من البندورة الشقف البندورة ومن الخيار المكبوس وفينا نشوف كمان الوصفة كمان قدامنا فيكم تكتبوها وأضفت كمان من المايونيز شوي صغيرة من الخردل شوي صغيرة من عصير كمان الحامض ملح وفلفل حلو وفلفل حر وبابريكا شغلي هلا بنشوف اذا طيبين طيب يلا بنبلش فيهم هيك بنبلش بنحشي نحن كل هالبندورات طلعوا شو حلوين ها وبنرجع بنحطهم بهالطريقه واحد كمان بندوره تاني بنحشيهم كلهم سوا وهيدي كمان السلاد كتير طيبه لوحدها واذا بدكم كمان بقي شوي منها فينا نسلق شوية نودلز ونخلطهم معها أو شوية باستا ونخلطهم معها أو خس إذا كان بدنا كتير طيبة هيدي السلاد طلعي هون وقفي هيك كمان فينا نعملهم كمان أرضية لقلهم هني أحسن نقص البندورة كمان من تحت تطلع معنا كمان كتير حلوة وليكي هون يا غادة عملنا أربعة وبنجي منسكرهم بهالطريقة طلعوا شو حلوين فيكن تعملون اليوم بالبيت وتغيروا الحشوة ساعة اللي بدكن كيف ما بدكن أي متى ما بدكن وتحطوا شو ما بدكن غدا كيف حبيت الموضوع كتير رح أترك لك هلأ شوية صغيرة من هيدي السلاد مشان بعدين تعطينا رأيك بس عن جد كتير طيب فينا نحط لها عرق فينا نحط لها عرق أخضر فينا نحط لها هي العرق الأخضر ليك كيف على البندورة شو رأيك من هون هيك. ايه. كمان ليك ها عفيك 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 شوفي هيك قصدك هيك يعني هيك يعني ناخد هيك شوية صغيرة فونتان ونعمل هيك مثلا هون هيك وحدة وحدي هيك؟ ايه منيحة منيحة؟ عجبتك؟ ناطرتك نرجع لعندك نرجع لعندك بعد شوي انما هلا رح سلطة التونة والكبة والسمكة الحرة كمان بالاجمال كل التحضيرات بلشت بيبقى هلا ترجعوا تشوفوا الوصفة واكيد كيفية التقديم مع الشيف شادي برشة ملح أحبة
الاحبائي صباح الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه ممتعه اليوم مع الشيف شادي، فيها كثير من المعلومات عن جد، يعني حضروا ورقه والقلم والدفتر قدامكم واكتبوا كل هالمعلومات لانه كثير مفيده، اذا مش لليوم لبكره او بعد بكره. عند الكبه بالصينيه بعدها عم تغلي الجبنه، عم تغلي بعد ما قصيتها، يعني بعدني شايلها، رح ارجع انا حيزها بهالطريقه. وتذكروا انه الكبه بالصينيه اللي عملناها امبارح انا وجوزيف محشيه بقلبها جبنه وخضره. هلا رح اعيد كمان الوصفة كمان اللي ما كان معنا امبارح صار معنا كمان اليوم، رح نحكي عن هذا الموضوع. رح اجي طلع لها لك كيف ابعد دغري. هلا فهمنا الموضوع، ناجحة 100%، حتى لو جوزيف هو اللي حط ايده فيك. اوكي يا هلا بنرجع بعد شوي وبنرجع بنقطعها، بتكون بردت شوي صغيره لانه الجبنه بتعرفوا كيف بتسيح، كيف اللازانيا بيكون في بقلبها الجبنه او الصوص بشاميل بتلاقوها ساحت. نفس الشيء رح تعمل معنا الكبه بالصينيه، فكره كثير ممتعه بتعقد بتجنن. لكل كيلو من الكبه يعني من اللحم المدقوقه، بقر ولا ماعز ولا غنم ولا مخلوطين اللي بدكم اياه، بدهم 6 أكواب من البرغل الناعم، ان كان احمر اسمر احمر او ابيض منقوع قبل، يعني نص كيلو نحن عملناه. هيدا نص كيلو، لا انتبهوا نحن نص كيلو بقي منه، يعني نحن تنعمل صينيه من هالنوع بدنا 250 جرام اوكي من اللحمه. كل نص كيلو بده 3 أكواب من البرغل، كل كيلو بده 6 أكواب من البرغل، كل 250 جرام بده 1.5 كوب من البرغل. عملنا العجينه مع البصل مع الفلفل الحلو مع النعناع، ملح فلفل اسود بقلبها او ابيض اللي بدكم اياه، فيكم تطعموها كمان باي نوع من البهارات او اي نوع من الاعشاب العطريه، ان كانت يابسه او خضراء. انتهينا من موضوع الكبه. الحشوه كان عندي 4 انواع جبنه، موتزاريلا، تشيدر كمان الحمراء، التشيدر كمان البيضاء، كان عندي شو كان عندي اشقوين مثلا عكي وشوي، هودي كلهم عندي اياهم بالبيت كانوا اوكي. جيت عندي خضره بالبيت قطعناها، عملنا خليط من الخضره طعمناه ببهارات واعشاب، حطيناه بين الطبقتين تبع الكبه، الجبنه عليها سكرنا عليهم قطعناهم حطيناهم بالفرن، الاكوان قدامنا جاهزه. بعد شوي صغير رح نقطعك بطريقه كتير حلوه. ننتقل للوصفه كمان اللي عملناها اليوم واخذتنا كمان 5 دقائق عليها، مش كتير صعبه. عملنا خليط من بصل اخضر بصل عادي خيار مكبوس فلافله حلوه خضرة، حطينا بقلبها تتذكر هونيك نسينا توم بصل هالقصص كلها سوا، يعني دخلوا ببعضهم، بقدونس شوي كزبرة نتفة صغيرة، بس شو عملنا خلطناهم مع المايونيز وشوي صغيرة من الخردل، ملح وفلفل كمان أبيض أو أسود، حطينا كمان بقلبهم عصرة حامض هيك الشيف شادي، وكم قطعة بندورة أو الشقف البندورة اللي شلناهم، يعني هون أنا عندي إذا بنشوف هلا طلعوا، بس نحنا نجوف البندورة بيطلع عنا هالقلب تبع البندورة، منقصه ومنحطه بالخليط كمان، بس مش كتير، يعني مش كتير من المي تكون موجودة بقلبها، لأنه المي مع المايونيز ما بتخلي الصوص توقف مثل ما وقفت هيك، طيب بتطلع بس بتطلع سايحة شوي صغير. واو قدمناهم مع التون مع البصل بندورة، هون البندورة كمان جوفناها حشيناها بالتونة، شغلة كتير حلوة. تمام حطينا هون جبنا السمكة يا شيف شادي، وعم تشوفوا كمان قدامكم هون الدنب، عم تشوفوا الراس، وهون انا لحمه السمك او السمك المفصفص. يعني نحن شو عملنا؟ جبنا شوينا السمكه، شو حطيت انا لما شويت السمكه؟ ليكو هيدا الزوم اللي بقي من السمكه، هلا بتشوفوا شو بدنا نعمل فيه. اوكي خل عصير حامض، خل ابيض احسن لانه السمكه لحمتها بيضة، يعني فيكم تستعملوا خل احمر. هلا هو كمان فيكم تستعملوا اذا في اشخاص بيحبوا يشربوا المبيد، فيهم يستعملوا مبيد محل الخل. انا استعملت خل ابيض، واستعملنا كمان عصير الليمون نفس الكميه، حطيتهم مع بعضهم، ضفت عليهم انا من كزبره يا شيف شادي، كمون ملح او فلفل اسود ملح، وشوي صغيره من الزنجبيل بقلب الخلطه، خلطناهم دلقتهم شوي صغيره بقلب الصينيه، حطيت السمكه عليهم، وبقلب السمكه حطيت شوي صغيره من الكزبره وفصين من الثوم اوكي، او حصين من الثوم بقلب كمان السمكه، وحطيت الصوص الباقي من فوق ودخلتها على الفرن، بتطوش وبتعقد حوالي 20 دقيقه لانه كل كيلو بياخذ 20 دقيقه من الوقت، اذا كانت حراره الفرن بين 170 و 180 درجه، ومرات كثيره اذا الفرن كونفكشن يعني المراوح بقلبه بيشعل من فوق ومن تحت ومنشعله قبل، ممكن 12 دقيقة 13 دقيقة السمكة بتكون جاهزة.
شلناها فصفصناها هذه اللحمه، وبانتظار الكزبره والبصل والثوم والملح والفلفل وكمان الفلفل الاحمر يعني شو اسمه الحار، هودي كلهم سوا مع بعضهم، وكمان كمان مثل ما قلت عصير الليمون، قلنا عصير الليمون. يلا هلا الزنجبيل. نحن ما بنستعمل كثير زنجبيل باكلنا، ومن بعد كمان انا من الزمانات بس تعلمت بايطاليا كان استعمال الزنجبيل يعني ما كثير علمونا على استعمال الزنجبيل بالاكل كمان الايطالي، ولا بس انتقلنا على الاوتيلات الكبيره ان كان بايطاليا ولا كان بفرنسا ولا كان باماكن اخرى، ما كان كثير في عنا هالتريندي او هالجو او هالمود. حطينا هون هالبصله بهالطريقه هيك، ها طلعوا كيف قصيناها، وهيدي البصله كمان هون مع الزنجبيل، رح اخذ كمان شقفه صغيره من البصل، بعد رح روح على الثوم هون كمان هالتومات اللي انا عندي هلا هيك، هالتومات بفتح هيدي الماشين هيك بحطهم كلهم سوا، هالبصل ها وهيدا الزنجبيل يا شيف شادي كله هون، صار عندي بصل، صرتوا انتوا بصل وصرتوا كمان زنجبيل وصرتوا ثوم. طيب بعد في بالوصفه عصير ليمون، فيني حط عصير ليمون، فيني حط خل، بس فيني كمان ما حط لا عصير ليمون ولا خل. شو بحط؟ بحط المزيج او الصوص اللي طلعت عندي من السمك، اوكي؟ من الفرن. طيب كتار منكم بس يعملوا السمك الحرة شو بيعملوا؟ بيجوا بيسلقوا اللحمة وبيستعملوا، بيسلقوا قصدي السمكة، بيفصفصوها مثل مثلا هلا بطرابلس عم يسمعونا، هني بيسلقوا السمك كله سوا، بيحطوا بقلب كمان المي الزنجبيل بقلب المي، او بيحطوا الكزبره، ما بيحطوا هني زنجبيل، اوكي ما تاخذوا على خاطركم، بس اذا حطيتوا رح تطلع عتب كمان، اوكي كزبره بصل الثوم كله بقلب او البقدونس بقلب الطنجره، بعدين بيصفون بيفصفصوا كمان السمك، بيستعملوا مي تبع السمك والباقي من الخضره بيجوا بيفرمون ناعم، وبعدين بيحطوا السمكات مع الخضره اللي كانوا بقلب المي، وبيضيفوا لهم اذا بدهم شويه بندوره او شويه كزبره او بعض كمان البهارات المتنوعه حسب كل محل بيعملها على ذوقه. اللي انا بدي اعمله انا هلا رح اعمل انا هالطريقه هيك، هلا بعد ما ناقصني ها يعني رح جيب الكزبرة، رح روح لهونيك نجيب الكزبرة، مشوا معنا شوي صغيرة هلك من كزورة صغيرة، اوكي؟ لقوا الكزبرة أنا شو عملت؟ هيدي الكزبرة، هيك بنشتري الكزبرة. الأشخاص شو بيعملوا؟ بيمسكوها هيك يمكن، أو في بعض العالم بيجوا بيطحنوها كلها سوا، يعني بيطحنوا نحن هالعروق كلها سوا اللي أنا شلتها، اوكي؟ أو هال شو بدنا نسميهم هول؟ العودين؟ شو بدنا نسميهم هول؟ بنسميهم الضلوع، بنسميهم انه انا برايي حرام ينفرموا، هلا اذا انفرموا ناعم ناعم بناكلهم مش مشكله، بس اذا ضلوا شقف ما فينا نبلعهم بيعلقوا بسنيننا، فانا برايي نروح على الاوراق، طلعوا كيف؟ بطريقه حلوه هيك ها؟ كل هالاوراق البقدونس يعني حوالي الباقه، بننزل البصل كله سوا اللي على الجوانب بهالطريقه يا شيف شادي، بنروح على الفلفل الحار لانه انا زنجبيل ما هيك هون بقلبك، رح روح كمان انا شوي صغيره على الملح كله رح احطه هون، البهارات كلها سوا، رح اجيب انا من عندي كمان قلنا شويه زنجبيل بهالطريقه، رح اجيب كمان الفلفل الاسود بهالطريقه هيك، ورح اجيب كمان الكمون، رح ضيف الصوص ونجي نفرم الكل ناعم، اوكي يلا كمان هون فينا نعمل شغله، بنوقف اذا في شيء كمان على الجوانب، انا هون شو بعمله انا هلا بنزلهم هيك بهالطريقه، وبجي انا طلع زيت زيتون شوي صغيره، واسمحوا لي انا بكون عملت غير عنكم شغلتين، اضافه الزنجبيل واضافه بعض عصير الطماطم، يمكن كتار منكم بيحبوا يحطوا البندوره بقلبها
من دون اي مشكله، ما هيك؟ بس اللي انا عملته حطيت من عصير البندوره، بدي اعطيها شوي صغيره لون فاتح احمر، اوكي مثل ما شايفين، وبدي اعطي نكهه البندوره الطازه بقلبها. في اشخاص كمان بيحبوا يحطوا ملعقه رب البندوره بتعطي اللون الاحمر على الصوص، وهيك كمان بنسميها سمكه حره حمراء، اوكي، او سمكه حمراء حره، اوكي؟ طيب. لكن نحن عنا هلا هون الصوص، نحن جهزناها، هلا بس نرجع نحن من البريك بعد شوي، رح نحط هيدي الصوص اللي عملناها بقلب المقلي، نولع تحتها، بس تبلش تغلي معنا هيدي الصوص، شو بنعمل؟ بنضيف عليها من السمك اللي مفصفص عنا، وممكن كتير ايام نكون نحن شاويين سمك اليوم، بقي عنا لبكره، بكره استعملناهم، عملنا سمكه حره على طريقه الشيف شادي او كمان على طريقتكم، كلهم طيبين. اوكي. حطينا هلا هون يا شيف شادي، انتقل هلا لشغله كمان حلوه كتير، بدنا نعملها طحينه. يا هلا اللي بقي عندي بعد ما ترجعوا، قلنا نقدم الكبه بالصينيه، نحطها بصحن وتشوفوا كمان كيف طالعه. اثنين، نجي نعمل او نضيف السمك على خلطه السمكه الحاره اللي عملناها هلا ونقدمها. وبدي اعمل هلا تراتور، خلينا نسميه تراتور او صلصه طحينه، لا انا بسميها التراتور مع البندوره، لانه بدي احط التراتور انا على صلصه او على السمكه الحاره. اوكي، يلا يا شيف شادي، هون عم نعمل هيك، بلشنا حطينا طحينه السمسم بهالطريقه هيك، يا سلام. حطيت كمان انا هون من عصير الحامض اللي رح اعمله كمان انا هلا، رح اجيب مدقة التوم يا شيف شادي، رح نجيب كمان هيك حص من التوم زغرور، او بنجيب هلا انا التوم شوي صغيره مفرومين بحطهم هون على هالتومات، بحط شوي صغيره من الملحات، واو، مندق هالتومات طريقه كمان حلوه، وبنضيفهم كمان على التراتور. بس اذا بدنا نحضر تراتور بكميات، ما بنحط التوم بقلبه وبنحطه بالبراد، اوكي، فينا نحضره مثل ما راح نحضره هلا للتراتور، وبعدين التومات منضيفهم قبل ما نقدم التراتور، اوكي. وفينا كمان ما نحط توم بالخالص، يعني في اشخاص ما بيحطوا توم بالخالص. طلعوا شو عم بعمل هون، هالطحينه هيك، ها هيدا عصير الحامض يا شيف شادي هون بهالطريقه. هلا بعدين بدوقهم انا، ومنضيف لهم قد ما بدنا من عصير الحامض اذا كان ناقص، ومنبلش نضيف له نحن من المي، منحرك حتى يصير عندنا اكيد لون ابيض. من بعد اللون الابيض بده يصير عندنا مثل اللبن، اوكي. طلعوا شوي 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 شوي، بتحركون بصير عندنا مثل، يعني بدها تصير عندنا بين اللبن او بين اللبن واللبن، او خليها تصير كمان مثل اللبن. هلا بمحلات اللي بيعملوا فلافل، بس يعملوا صلصة التراتور بيحطوا فيها، بيعملوها سائلة جدا، وبيحطوا فيها حامض الليمون، بس يحطوا فيها حامض الليمون بيحطوها بالبراد، بعد ساعتين بيرجعوا عليها بتشد، لأنه حامض الليمون بشد الصلصة. ليكوا هون شو أنا عم بعمل، أوكي، بهالطريقة هيك صار عندي الطحينة مع الحامض مع شو؟ مع المي. حلوين. هلا اللي بدي اعمله شغلي، رح اجيب ملعقه صغيره دوق قبل تشوف انا رجلج هيك، ها طب بدي حامض. تعال يا شيف شادي لهون، حط هيدي هون هيك، حامض شوي صغيره بقلبها، حلوين، شوي صغيره بعد من المي ما بكتر. وهلا اللي بدي اعمله، بدي افرم شوي صغيره من البقدونس، شوي صغيرة من البندورة، يعني بقدونس مثل التبولة، بندورة مثل التبولة نفس الفرم، ومنحطهم بقلبهم، ومنضيف لهم شوي صغيرة من البهار الأبيض. وأنا كمان لأنه بدي أقدمهم مع السمكة الحارة، رح كمان آخذ وينكم هون فلفل أحمر حار، رح أحط بقلبها، أوكي؟ يلي بحب. أوكي، رح أرجع عيد لما كان معنا، صار معنا الكبة بالصينية ناطرة مشان نقدمها. واحد، عندي الصوص صارت جاهزه والمقلي جاهزه، لا ولعنا تحتها، ولعنا تحت المقلي، اوكي. ناطركم، فيكم تشوفوا بعد الاعلانات وترجعوا لي باسرع وقت ممكن. يلا. مبدئيا الكبه مع الخضره كمان صارت جاهزه، قدرنا انه نسكب اول قطعه والثانيه والثالثه قطعه، بس انا لك يلا، بس بدنا نعرف هلا السمكه الحاره وين صارت.
بكل هول بدي اسكب بكل هول. انا خلطت الكبه. نعم. جوزيف مد الطابق التحتاني وانا بعد انا حشيتها، هو مد الطابق الفوقاني وانا بقدم، وانت بتقدمي شو اسمه بس بقدم وباكل. قد ايه حلوه بس عملك يا مامي، يعني طلعوا فيها بليز هيك، اذا بناخذها من هون هيك هذا شكلي هيك، طلعوا كيف كثير طيبه، خضره وجبنه. وانا بطلب من انت بتحبي تاكلي على الهواء؟ لا من العادي ما بتحبي تاكلي. طيب توعديني انه قبل ما تنتهي الحلقه بثواني ندوقها هيك. أوكي. بس شوي كمان بردت شوي لانه بردت شوي صغيره. اوكي بس طلعوا شو حلوه بهالطريقه بتعقد. نحطه رح احطها هون لك وينه، لان انا هلا بدي اشتغل على موضوع المقلي. المقلي لك وينه حامي رح تحترق عنا. بدنا نعمل شو؟ بدنا نعمل هلا السمكة الحارة. سمكة. طلعي أنا بس هلا شو عندي هون الخليط، طلعي بليز على النار القوية. طلع شفتي؟ هالقد شفتي شو عملت؟ هيدا الخليط اللي أنا عملته واللي ما كان معنا صار معنا زنجبيل بصل ثوم كزبرة فلفل أحمر حار، حطينا كمان من شو اسمه من الزنجبيل بقلبه نتفة صغيرة، بودرة ملح، وحطيت شوي صغيرة أنا هلا بمكان المشاهدين عم يرتاحوا شوي صغيرة من القرفة، بس هني ما بيعرفوا ما خبرني إذا طلعوا الطيبة ما تخبروا، هني ما بيعرفوا إنه فيها. لا ما تخبروا. أوكي. ما ضروري. ليكوا شو حلوة أنا هون هيك طلع هالخليط لكن الثوم والبصل. أنا شو بعمل هلا؟ ليكي شو بعمل أنا هلا؟ بجيب التوميت قصدي السمكات. السمكات. لأن أنا واقفة حدا ترى ما عم تعرف، أنا جاي على بالي الكل ما بتعرف وما حدا يقول إنه بده ياكلهم وأنا آكلهم كلهم سوا، لأنه معقول إنه هيك واحد سمكة مشوية مفصفصة حلوة واحد يحطها بالصحن؟ إذا بيناتنا واحد جاب فيليه وضروري يقعد يفضفض السمكة. بس عن جد بتطلع أطيب إنه إذا كانت السمكة أكيد طازة. أكيد. وجينا شويناها نحن للسمكة، شويناها مع شو؟ مع إخواتها يعني الحسكات بناتها هون. ليكي هون يلا هون بلشنا. ليكي السمكة شو حلوة هون بهالطريقة، عملنا لها الصوص أول شيء بطريقة كمان كتير حلوة، نزلنا لآخر سمكة. أكيد السمك رح نفصصينه من دون حسك بالخالص، وممكن مثل ما قالت كمان غادة إنه يكون كمان السمك فيليه وتجوا تعملوهم بالطريقة، ما في عندي أنا أي مشكلة. وهلا ليكي هون طلع كيف شفت شو هيني؟ أوكي. أبدا مش صعبة، يعني نحن بنجيب سمكة بنحطها بالفرن، انا حطيت بقلبها خليط من الحامض ومن الخل وكمان شوي صغيره من ما كثير لانه بدك تكذب يعني بالاول مش كثير لانه هون في طعمات كلها 100%. فطلع هلا انا عندي هون ما عندي مشكله بتركهم شوي صغيره هلا ها بندوق نتفه صغيره اذا كان ناقصها ملح او بهار نشتغل. هلا شو بدي اعمل؟ رح اجيب مقلي رح نولع تحتها ورح نحط فيها هيدي المقلي كمان من زيت الزيتون لانه بدي اقلي شوي صغيره من الصنوبر نحط على وجهها. اوكي. هلا فيكم تحطوا زبده، فيكم محل الزيت اللي انا استعملته تحطوا كمان سمنه اللي بدكم اياه. اوكي. بس انه انا متعود على موضوع الزيت. وفيكم كمان تشووا شوي، يعني بتيجوا تحطوا الصنوبر بقلب صينيه الفرن شاعل هيك بتحمر الصنوبر او اللوز او الجوز او شو ما كان بهالطريقه، ما في اي مشكله، كله على النار. طلع كيف بيعقد بجنن. انا بس هون شو رح اعمل؟ رح اجي افرم شوي صغيره من البقدونس لانه قدامي في طحينه مخلوطه مع عصير الحامض ومع كمان شويه مي، وحطيت بقلبها بس فلفل احمر حار. عم بعمل تراتور، بس تراتور على ذوق مين؟ حار. على ذوق الشيف شادي. حار. شوي صغيره حار. خلص من الاخر. لانه بدي لبقه لهالتراتور، لانه انتبهي لانه التراتور على ذوق الشيف شادي. شوي صغيرة حار. خلص من الآخر. لأنه بدي لبقه لهالتراتور، لأنه انتبهي لأنه التراتور بالبيوت قليل جدا لعالم اللي بيحطوا بقلبه بندورة. إيه لا عادة بيحطوا بقدونس. فأنا مش هيك، أنا التراتور على طريقة الشيف شادي التراتور لأنه في بندورة بقلبه صار على طريقتي، أو يمكن في كثير عالم بيعملوها مش ضروري على طريقتي بس إنه الحار هي بس الفكرة تبع أنا ما آكل. أنت ما هي سمكة حارة. لا في الكبة، لا في الكبة لإلي. أوكي. كمان رح تاخذي مجدك بالكبة لأنه رح تكون عن جد الكبة أطيب كمان من السمكة الحارة. هلا بتشوفي. أوكي. يلا يا شيف شادي لهون، هيدا البندورة هون بقلب التراتور كلها 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 سوا بهالطريقة هيك، وهلا بيجي أنا لهون هيك نخلطهم كلهم مع بعضهم. صار عندي هيك، وانا قلت شغلي بدي اعملها، رح اجي احرك بهالطريقه انا هون هيك. اجي قول شو ناقص يا شيف شادي؟ اذا احترقوا صنوبرات شو بصير؟ ما احترقوا ابدا. لا 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 طلع كيف هون صار عندنا
الريحة كيف. يلا هلا بدي اعمله. حطينا ملح، حطينا كمان شوي صغيره من الفلفل، حطينا كمان شوي صغيره من الكزبره، حركنا وصارت كمان. هون عندي هلا الطراطوريت جاهزين بعقده. معي ولا مش معي؟ معك 100%. انا هلا هون بدي اشيلهم هيك. ما تخافي ما تخافي ابدا ابدا بهالطريقه. يلا يا شيف شادي لهون، وهودي صاروا هون. غسلنا ايدينا بالديترجون اوكي او الصابون المعقم. ويلا يا شادي قبل ما يحترق السمكات والسنوبرات. سمكات انا بعتقد حالي از اوكي. شوكي اعملي معروف، شوكي كبيره صغيره شوكي متوسطه الحجم، متوسطه الحجم مصلحة القوام. يا سلام، هاي شوكي تفضل. حلوين. انا وياك بتحبي تدوقي مدام؟ بتحبي تدوقي ولا عم دوق؟ دوق بركي صار لك شيء، اذا ما صار لك شيء مش عم باكل. شو؟ بس مدام حرش حرش شوي، ما هي هي سمكه حره حطيت هون حر وهون كمان شوي. معلوم هونيك هونيك شوي شوي. لا سمكه حره بكل يعني. معنى الكلمه سمكه حره. هلا هيك بصيروا خدي شوي صغيره، انا طفيت تحت ما بدها شيء. لا خلص قاعد بتنشف، ما بدها شيء كامله ومتكامله. يا سلام على السنوبر. حرم مش كتير عم بموت. سمكة حرة متعقد بس طيبة كتير. أكلة بحب السمكة الحرة يعمل هيدي الوصفة شي مرة اوكي. اللي بيشفع فيك هلا هو الكزبرة وبقية الأشياء اللي أكلة. يا بيي شو طيبة هيك. هلا أنا هل بدي أعمله؟ رح أعمل شغلة كتير حلوة رح نقدمها. طلعي شو حلوة، أكيد فيكم تنطروها تبرد. فنحط بهالطريقة أنا هون هيك يا شيف شادي كمان، وتجي أنت لهون تعملها السمكة الحرة هيك 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 هيك. أنا أكيد طفيت تحتهم أوكي؟ هون كمان واو. عندنا السمكة كلها كلها، خذوا كمان الأطراف كلهم سوا واسكبوها. ورح نجي هلا نرتبها بملعقتين حلوين. وين الملعقتين الحلوين يا شيف شادي؟ هنا. هلا ملعقتين يعني نحن فينا نجي نشتغلهم بطريقة إنه هن كأنهم سمكة، كأنه سمكة بهالطريقة الحلوة هيك أوكي. أكيد إذا كنا نحن بالبيوت نشتغلهم بطريقة أجمل مش مزبوط، بيكون بعد عنا الوقت وبننطرهم تتبرد شوي صغيرة من دون أي مشكلة، لأنه نحن كمان السمكة الحارة ما عنا مشكلة ناكلها بحرارة معتدلة، مش ضروري تكون عم تغلي. ومرات مرات في عالم بياكلوها ساندويتش، بتعرفي أنت بتبقى شوي يا ماما. لكو أنا شو عملت أنا هون بتعقد هيك بهالطريقة. هلا هون رح نجيب شوي صغيرة من الكزبرة نحط عليها. طلعوا هون كمان هيك، طلعوا كيف كمان عندي هون اذا بتريدوا شغلي كمان حلوه هيك بهالطريقه. هيك فينا نقدمها. انا فيني اجيب هلا حامضه هون، وهيدي الحامضه اجي قصه بالسكين. تفضل بدي اياك شوي صغيره تدوق الكبه بالصينيه بشرف يكون الكبه بالصينيه شوي. ما تزعلوني بردت انت بتقول؟ انا بقول بردت. انت فيكي تاخذي شوكي وهيك تدوقيها وعلى الكاميرا عن جد، بس اذا كان كمان حسبي ما كانت طيبه. حسبي ما كانت طيبه لسبب ما. اذا مش طيبه شو بعمل؟ لسبب ما بتقولي على الشاشه قدام العالم مش طيبه، بس اذا كانت طيبه على مسؤوليتك الخاصه. على مسؤوليتي الخاصه بتقولي وما عندي ابدا اي مشكله، لانه مش طيبة مش طيبة خلص مش طيبة مش طيبة. يا سلام يا سلام يا سلام. ليكو هون كيف انا اشتغلتها بهالطريقة هيك. يا سلام هون على السنوبر رح انا بلش هون هيك على الراس شوي صغيرة، ما رح احط بقى لانه شفت رح اعمل شغلة يمكن انتم ما بتعملوها، انا بفضل انكم ما تعملوها. يلي هي يلي هي وضع الطحينة او الطراطور ديركت على السمكة الحرة. لا لا عن جد كيف؟ لا ولو طيبة؟ هلا بس انه على الهواء اكله. لا عن جد انه ولا مرة فكرنا واحد يغير، عادة بنمشي بالرستات بنضل هن زيتون كوبي بيست يعني كوبي بيست. بنحشيها لحمة للكبة مش خلص مش طيبة بتعقد بتجنن. ماكسيموم قاطع او يعني عرفت بصل اذا مش لحمة هيك يعني، هول الاشياء اللي معودين عليهم. كثير من المطاعم بلبنان عم يشتغلوا بطريقة الفيوجن او الفوجن يلي عم يحشوا لنا الكبة جبنة او عم يحشوا لنا اياها تبولة
او عم يحشونها لبنه او عم يحشونها لبنه كوزين البنات كلها اوكي ريفيزيتي. ليكوا انا هون شو بدي اعمل، انتم فيكم تحطوا التراتور اون سايد على جنب، انا اللي بدي اعمله هون ليك عليها عليها هي بهالطريقه اوكي. ساعتها هلا 100% بتتاكل مسقعه خلص يعني بدون بقى لا انتبهي صرنا كالدو افريدو يعني صرنا نحن سخن 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 ومسقع مع بعضه بهالطريقه هيك، صار واحد بياخذ عادي من دون اي مشكله مثل السلاديت اللي بيعملوهم سخنين بيحطوا عليهم اشياء سخنه والصوص بتكون فوقهم مسقعه. طلع كيف هون هيدا الصنوبر كمان بهالطريقه هيك اوكي اكله، ولانه بدنا كمان انه ما قلنا قلب ناكلها انه السمكه بينتزع شكلها. السمكه هون عم تبكي يا حرام، هون حط لها شوي صغيره حرام. تراتور بعد في شيء سخن هون؟ لا ابدا تفكر شيء تفكر شيء. بعتقد السخن هو يمكن تمك من الـ من الـ من الفلفل الحار تبع من الحار. بندوره محشيه بالثوم بتعقد بتجنن اوكي كثير حلوه. جينا انتقلنا عملنا كمان سلاد كمان بالتونه وكمان عملناها بقلب الصحن بطريقه كثير حلوه، عملنا التراتور ويعملوه اليوم بالبيت كثير طيب مع بندوره وبقدونس وكمان هالسمكه الحره بهالطريقه. ممكن كمان طريقه ثانيه تعملوها يعملوا صوص الربيتا او صوص البندوره الحره اوكي اللي هي التومة اللي هي بصل اللي هي ملح وفلفل مع صوص التومات بقلبها او مع البندوره بقلبها، بتغلو بيغلو كلهم سوا مع شويه حبق، صار عندنا شو؟ عندنا الصوص الحمراء الحاره. وفيكم تدلقوا الصوص الحمراء الحاره فوق محل التراتور اللي انا عملتهم اليوم، واهلا وسهلا فيكم. سخنه سخنه كثير سخنه انا بين هول كلهم فسر انا وحبتها. كيلو واحد من الكبه نعم بنحط له 6 أكواب من البرغ الناعم الاحمر او او الاسمر المنقوع. بعدين شو بنعمل؟ بنجي بنجي لا قبل ما نعمل كبه بنجي بنعصر البرغلات منضيفهم على اللحمات المدقوقين، نعنع بصل فلفل حلو شوي كمون اذا بدنا كزبره اللي بدك اياه بقلبهم. خلصت القصه صار عندنا العجينه وعملنا الحشوه خضره مخلوطه مع بعضها اي نوع من الخضره، 3 أنواع من الجبنه من بعد ما بدينا اول طابق مدينا تاني طابق شوية زيت على وجهها زيناها وبالفرن على حرارة معتدلة. كيف وضعك؟ مثل العادة بجنن بشرفك. غير على البيت بدي عنا وقت فرجيني شو ما بحدا قلنا قولوا لنا سحر لأنه قبل ما خلصوا ولا أنا ما حدا عم يحكي معي اليوم والله عم زعلانين مني زعلانين مني على الآخر. بس عن جد ليكم ما بدكم هلا تجوا لعندي تقولوا لي طعمينا شقفة سمكة، ما بدكم تجوا لعندي بندورة محشية تونة، ما بدكم تجوا لعندي هلا كبة بالصينية محشية بقلبها خضرة وجبنة. فرجيكم يعطيك ألف عافية شفشادي، نرجع نلتقى فيك بكرة إذا الله راد. اليوتيرن بدك يوتيرن. تعلق على اليوتيرن؟ بدي أعلق على اليوتيرن. ممنوع يوتيرن هون ممنوع، يعني ما حدا يروح ويلف. من 3 أيام ما كنت أنا وياكي هون واستفيت تحدي لأنه يعني حطوا شو اسمه حطوا إشارة أو حطينا إشارة هيدي اللي بتبرمي مزبوط رومبوان. وشو أنا قلت؟ بتحديكم مش موجودة بلبنان، ومن ساعتها واتساب وحدة ورا الثانية صار العالم ينتبهوا على موضوع الإشارات. تفضل ما معك حق موجودة بصيدا، ما معك حق موجودة بصور. فصارت أنا فكرت خلصت التحقيق عن الجردينيا. لا ما جبت لي رابور تحقيق مين وكيف وين بتفيقيني على أشياء وبتذكريني ذكريات. خلينا نحكي على بكرة بنلاقيكم مشاهدينا بعالم صباح جديد أكيد الساعة 10 بتوقيت بيروت.